أفعال الخمسة هي إحدى الموضوعات الفرعية تحت العلوم النحو العربي. أولا، ما هي أو ما المراد بالأفعال الخمسة؟ أفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كما تعرفه في كتاب النحو التطبيقي. صورها لها خمس صور. أولا، صورتان مع ألف الاثنين يعني الكلمات على وزن يفعلان تفعلان، يأتي من ضميرهما وأنتما لمثنى مذكر أو المؤنث. وثانيا، صورتان مع واو الجماعة على وزن يفعلون وتفعلون، يأتي من ضميرهم وأنتم لجمع المذكر. وأخيرا، صورة مع ياء المخاطبة على وزن تفعيلين، يأتي من ضمير أنت لمفرد مؤنث. إعرابها: هناك ثلاثة علامة الإعراب لأفعال الخمسة. أولا، مرفوع بثبوت النون، وثانيا منصوب بحذف النون، وثالثا مجزوم بحذف النون. أولا، علامة الرفع بثبوت النون يأتي على الفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. المثال على ذلك: أنتم يدرسون اللغة العربية. في هذه الجملة كلمة يدرسون تدل على ترفع بثبوت النون. وثانيا، علامة النصب بحذف النون يأتي فيه أداة أو حرف النصب لن أو أن. على سبيل المثال: أنتم لن يدرسوا اللغة العربية. في هذه الجملة حرف لن هنا يعني حرف النصب. تنصب كلمة يدرس بحذف النون. وثالثا يعني أخيرا، علامة الجزم بحذف النون تأتي فيه أداة أو حرف الجزم لم. وعلى سبيل المثال: أنتم لم يدرسوا اللغة العربية. في هذه الجملة كلمة أو حرف اللم هنا تجزم كلمة يدرس بحذف النون. اكتفي بهذا القدر عن الموضوع الفرعية في علوم النحو، وزادنا الله علما وبارك الله فينا. إلى اللقاء، مع السلامة.